ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الدكتور ماجد الزبيدي الباحث في الشأن الفلسطيني والأستاذ في جامعة فيلادلفيا. أهلا بكم إلى الاستوديو رافدين. دكتور ماجد، ما القراءة السياسية لاجتماع عمان اليوم؟ القراءة السياسية لاجتماع عمان اليوم أن الأمة العربية جادة أكثر من أي وقت مضى في التصدي لواحدة من أخطر القضايا على حاضر ومستقبل الأمة، ويمس العقيدة لكل العرب والمسلمين، وهي القدس القبلة الأولى للعرب والمسلمين. ولهذا لها معنى كبير أنها تأتي مباشرة بعد مؤتمر تركيا الإسلامي، ولم تضيع وقتا وجاءت أغلب الدول على الصعيد العربي لتؤكد من جديد أن مسألة القدس مسألة جوهرية وأساسية لكل عربي. نعم دكتور، إلى أي مدى تعتقد أن السعي إلى اعتراف دولي أو عالمي بدولة فلسطين هو ضمن الإمكانيات المتاحة للعرب؟ وأنت قلت بأن الأمة العربية الآن جادة في اتخاذ خطوات عملية من أجل فك الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني. الواقع هناك آفاق وآمال عديدة للنجاح على هذا الصعيد، إذا ما علمنا أن 137 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، أكثر من الدول تعترف بدولة العدو الصهيوني. وثانيا أن 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي مقابل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية في 23 كانون الأول ديسمبر عام 2016 صوتوا بالإجماع في أواخر عهد الرئيس أوباما على بطلان الاستيطان في القدس والأراضي المحتلة وهضبة الجولان، وأعادوا الاعتبار لكل قرارات مجلس الأمن الدولي. ثم أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بأغلبية 128 صوتا مقابل 8 دول معظمها لا يرى إلا من العدسات المكبرة، ثم أن مجلس الأمن الدولي بأغلبية 14 عضوا مقابل الفيتو الأمريكي، هذا يؤدي إلى نتيجة مفادها أن التحرك العربي كان جادا سياسيا واقتصاديا بإمكانه أن يحصد هذه النتيجة، وهو الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لا سيما إذا ما علمنا أن الحقائق السياسية في المنطقة بنيت مؤخرا منذ عام 2000 على أن هناك دولتان هما ولهما عاصمتان، القدس الغربية والقدس الشرقية. نعم، يعني المؤتمر الذي المقام في عمان، ما الخطوات العملية التي يجب أن تصدر عن هذا المؤتمر؟ الواقع أن مؤتمر عمان اليوم كما قلنا هو ناحية إيجابية، لكن يجب أن يتبعه تنفيذ على أرض الواقع في ضوء ما عهدناه من مؤتمرات عربية عديدة كانت وقتية ولم تؤدي إلى نتائج فاعلة. نطلب من مؤتمر عمان أن يصعد على صعيد مساندة الأشقاء الفلسطينيين كما جاء في البيان، وهو أن القدس بحاجة إلى مشاريع إسكان حقيقية من أجل تثبيت المقدسيين في وطنهم، لأن القدس بدون الفلسطينيين مجموعة من الحجارة، واليهود والصهاينة منذ بن غوريون حتى الآن يريدون أن يكون هناك نسبة الفلسطينيين في القدس 12% 12%، ولكن هم الآن حوالي 35%. نريد أن نثبت الفلسطينيين ونريد أن ندعم ونساند الفلسطينيين ماديا ومعنويا في هذا المضمار. تستطيع قمة عمان اليوم السداسية أن تفعل الكثير إذا ما تم الدعم الاقتصادي، لا سيما بعد أن أصبحت الأجواء جيدة وإيجابية بين الأطراف العربية. نعم، وزير الخارجية الأردني اليوم أشار للعمل وفق ثلاثة مسارات متزامنة لمواجهة قرار ترامب. أهم هذه المسارات هو الحد من اعتراف دول أخرى بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. من الذي سيقود هذه السياسة العربية في المجتمع الدولي؟ هل هناك أحد لديه هذا الحضور لفرض هذه الشروط على الدول بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟ هذا أمر سهل جدا. تذكر ويذكر المشاهد العربي الكريم أنه في 30/7 تموز يوليو عام 1980 صوت الكنيسة الصهيوني على اعتبار مدينة القدس العربية المحتلة عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل، وعلى أثر ذلك نقلت 12 دولة من دول العالم الصغيرة والمتوسطة ممثلياتها من تل أبيب إلى القدس العربية، وعلى أثر ذلك صدر قرار 478 من مجلس الأمن الدولي عادت تلك الدول ممثلياتها فورا إلى
تل أبيب. وبهذا فإن مؤتمر القمة العربي في عام 80 ردا على قرار الكنيست أوصى بقطع كل العلاقات العربية مع أي دولة تنقل سفارتها أو بعثاتها أو قنصلياتها إلى القدس العربية المحتلة. ولهذا فإن الدول العربية الاقتصادية الغنية تستطيع أن تقاطع اقتصاديا وسياسيا منتجات الدول التي تنقل سفارتها إلى مدينتنا العربية الإسلامية والمسيحية المحتلة، وهذا أمر يسير. نعم الدكتور ماجد الزبيدي الباحث في الشأن الفلسطيني والأستاذ في جامعة فيلادلفيا كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.